رئيس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: أشاد مجلس الوزراء بنتائج لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بفخامة الرئيس دانيفور رئيس جمهورية سيشل خلال زيارته للبلاد، ورحب المجلس بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة والتي ستسهم في فتح آفاق جديدة من علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين الصديقين والارتقاء بها إلى مستويات أرحب بمناسبة افتتاح معرض الفنون التشكيلية الذي عقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. وناب سموه لافتتاح فعاليته سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، فقد نوه مجلس الوزراء بدور المعرض وما حققه من نجاحات بفضل دعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء منذ انطلاقه قبل 46 عاما في رفض قطاع الثقافة والفنون وتحفيز الإبداع وتشجيع المواهب البحرينية وتعزيز مكانة المملكة في مجال الفن التشكيلي. من جانب آخر، فقد عبر مجلس الوزراء عن ترحيبه بتوالي المنجزات الرياضية والشبابية التي تحققها مملكة البحرين في المجالات المختلفة، ومنها الفوز في رالي داكار الشرق الأوسط الذي أقيم في المملكة العربية السعودية مؤخرا ليضيف إنجازا جديدا إلى سجل الإنجازات المشرفة الجاري تحقيقها في قطاع الرياضة. وبمناسبة اليوم الدولي للتعليم، فقد أكد مجلس الوزراء على ما تولي الحكومة بذله من جهود لتطوير المسيرة التعليمية وبما تحقق فيها من منجزات بفضل رعاية الحكومة وسهرها على أن تظل مخرجات التعليم وفق الجودة التي تتطلع إليها وضمان فرص التعليم الجيد والشامل الذي يحقق جميع أهداف التنمية المستدامة. بعدها هنأ مجلس الوزراء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بافتتاح قاعدة برنس العسكرية جنوب محافظة البحر الأحمر، مشيدا بما تتخذه مصر من خطوات في سبيل تطوير وتحديث إنجازاتها العسكرية التي تنعكس إيجابا على مساهماتها الفاعلة في منظومة الأمن العربي والإقليمي. بعد ذلك أدان مجلس الوزراء اعتداء الميليشيات الحوثية الإرهابية الآثم على مسجد في محافظة مأرب الجمهورية اليمنية الشقيقة، وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى مستنكرا هذه الجريمة البشعة التي لم تراعي حرمة بيوت الله وقدسيتها. بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي: أولاً، تحقيقا للتوجيهات الملكية السامية بوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء وتبني الحلول المناسبة لتطوير مجالات الاكتفاء الذاتي، فقد بحث المجلس ما تم تنفيذه بخصوص تأمين المخزون الغذائي الاستراتيجي وإطالته وبما تم تحقيقه في هذا المجال لعدد من المنتجات الغذائية والحيوانية ومتابعة المخزون الغذائي الاستراتيجي عبر مؤشرات الأمن الغذائي ورصدها وتحليلها وبالمشاريع الجاري تنفيذها لتحقيق هذا الاكتفاء الذاتي والإجراءات التي اتخذت لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومنها تحقيق أمن غذائي نسبي وتشجيع الاستثمار الزراعي والرعاية الصحية الزراعية والمحافظة على الموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة لقطاع الاستزراع السمكي، وذلك من خلال المذكرة المشتركة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. ثانياً، أشاد مجلس الوزراء بما تم بذله من جهود إيجابية لتنفيذ المبادرات وإطلاق المشاريع الكبرى والبرامج الاقتصادية التي نجحت في تقليص العجز وحافظت على النمو الاقتصادي الإيجابي وفي خلق فرص عمل جديدة، مستعرضا المجلس ضمن هذا السياق أهم أعمال وإنجازات اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي لعام 2019، حيث أثنى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة
على ما بذلته اللجنة من جهود في سبيل متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات والموضوعات المحالة إليها من مجلس الوزراء. وقد عرض معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي ما ناقشته اللجنة عبر اجتماعاتها من موضوعات وبما حددته من أولويات للفترة من 2019 إلى 2020 التي ترتكز على مبادرات برنامج الحكومة وبرنامج التوازن المالي وفق 7 محاور يندرج تحتها 27 برنامجا. ومن أبرز الموضوعات التي ناقشتها اللجنة برنامج التوازن المالي والميزانية العامة للدولة والبنية التحتية والتقارير الاقتصادية وتعزيز تنافسية مملكة البحرين، بالإضافة إلى الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية المحلية والدولية ذات العلاقة بالاقتصاد. ثالثاً، استعرض مجلس الوزراء المشاريع والبرامج التي تنفذها هيئة الكهرباء والماء لتحقيق ما جاء في برنامج الحكومة من أولويات ومبادرات تعزز الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية وتؤمن البيئة الداعمة للتنمية المستدامة وتعزز من كفاءة استخدام الموارد والطاقة وتنفيذ برنامج التوازن المالي وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص التي عرضها سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء. ومن أهم ما تم تنفيذه من مشاريع وبرامج هو تزويد المشاريع الإسكانية الاستراتيجية بخدمات الكهرباء والماء وتطوير شبكات النقل الكهربائي ذات جهد 220 و466 كيلو فولت وإنشاء مركز للتحكم والمراقبة لشبكات الكهرباء والماء وتطوير شبكات نقل المياه وتطوير شبكة نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور لإنتاج الكهرباء والماء وتحصيل مستحقات هيئة الكهرباء والماء المستحقة من المشتركين بالقطاع الخاص والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتدقيق الطاقة في المباني والمنشآت وتحسين كفاءة الإنارة واستبدال مصابيح الإنارة التقليدية بمصابيح موفرة للطاقة وتطوير خدمات الكهرباء والماء إلكترونيا. رابعاً، وافق المجلس على مشروع قرار يضيف بموجبه 5 خدمات إلى الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز وجود العامل بها في مكان العمل أكثر من 11 ساعة في اليوم الواحد، وهي العمل في خدمات الكهرباء والعمل في خدمات الماء والعمل في خدمات الصرف الصحي والعمل في الخدمات الصحية والعمل في مجال تقنية المعلومات. وأقر المجلس مشروع قرار بتعديل المادة الأولى من القرار رقم 25 لسنة 2013 بتحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز وجود العامل بها في مكان العمل أكثر من 11 ساعة في اليوم الواحد، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة. خامساً، وافق مجلس الوزراء على 5 مذكرات تفاهم واتفاق واتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية إيطاليا في مجال التعاون الثقافي والتعليمي والعلمي والتكنولوجي والإعلامي وفي مجالات الصحة والعلوم الطبية وفي مجال العلاقات التجارية والتعاون في مجال الفضاء للأغراض السلمية وإقامة علاقة توأمة بين مدينتي المنامة وروما واتفاق لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة ومتطلبات التأشيرة، فيما حال اتفاقية الخدمات الجوية بين البلدين إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية. سادساً، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يؤجل تطبيق بعض الرسوم السنوية للطيف الترددي المنصوص عليها في القرار رقم 7 لسنة 2017، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات. وفي بند التقارير الوزارية، فقد أخذ المجلس علما بنتائج المشاركة في معرض الكويت الدولي للطيران الذي عقد في دولة الكويت الشقيقة عبر تقرير سعادة وزير المواصلات والاتصالات، وفي فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة التي أقيمت في إمارة أبوظبي من خلال تقرير سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء.